وينضم إلينا من محافظة قنا الزميل أحمد أبو الحسن مراسل النيل، متابعا للاستعدادات هناك لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ غدا بإذن الله. أهلا بك أحمد، أهم الاستعدادات لديك. بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين من محافظة قنا، حيث تواجدنا لمتابعة الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ 2020 من محافظة قنا، والتي سوف تبدأ من صباح الغد إن شاء الله. ولكن تواجدنا في هذا اليوم كان لإجراء ورصد الاستعدادات التي قامت بها المحافظة للانتخابات، يعني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ 2020، وكنا يعني على تواصل مستمر مع العديد من اللجان المختلفة، بالإضافة إلى أننا تحركنا وتجولنا في العديد من يعني حول العديد من اللجان الخاصة بالمحافظة، وكان هناك لنا اتصالات مع المراكز والقرى، حيث هناك العديد ما رصدناه، يوجد العديد من الإجراءات التي تم تجهيزها استعدادا لهذه الانتخابات حتى تتم بسهولة ويسر على المواطنين الذين لهم حق التصويت الانتخابي في محافظة قنا. يعني بداية نوجه الشكر لرجال قوات الشرطة في محافظة قنا للمجهود الكبير الذي وجدناه ورصدناه في حول اللجان المختلفة، بداية من وضع الصدادات الحديدية التي لا تمنع أيضا المرور ولا تعوق المرور في الشوارع، ولكنها يعني تؤمن وصول الناخبين إلى مقر اللجان الانتخابية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى وجود العديد من الإجراءات الأخرى مثل تواجد بعض الكراسي المتحركة وتواجد سيارات الإسعاف وغيرها وتواجد رجال الشرطة في كافة اللجان المختلفة. ولكن هناك العديد من الاستعدادات ومزيد من التفاصيل يسعدنا أن نلقي الضوء عليها مع سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الذي يتواجد معنا الآن في إحدى اللجان الانتخابية التي سوف تبدأ عملها صباح باكر إن شاء الله. أهلا بحضرتك سيادة المحافظ. أهلا أستاذ أحمد، أهلا بك. يا فندم، احنا يعني النهارده رصدنا العديد من الاجراءات التي يعني تيسر وتسهل على الناخبين غدا يعني الوصول الى المقار الانتخابيه بسهوله ويسر، ويعني رصدنا العديد والمزيد من الامور التي تيسر على المواطنين ذلك من يعني اجراءات مختلفه مثل توافر يعني بعض الاماكن التي يوجد بها الكمامات التي يحتاجها بعض الناخبين، بالاضافه الى بعض المظلات التي يستظل بها، بالإضافة إلى بعض الصدادات الحديدية وأيضا النظافة التي وجدناها في بعض اللجان المختلفة. مزيد من التفاصيل حضرتك حول أهم ما تم الاستعداد به لهذه الانتخابات. طبعا احنا استعدنا للانتخابات من فترة طويلة، وعملنا العديد من المؤتمرات داخل المحافظة، وكل الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة إيد واحدة تشتغل في منظومة متناغمة مع بعضها، عشان إن شاء الله نطلع بكرة من انتخابات بكرة وبعد بكرة إن شاء الله بوجه يليق بجمهورية مصر العربية. طبعا يعني النهارده كنا عندنا مرور على جميع اللجان، وكنت متأكد بنفسي أنا ونائب المحافظ على اللجان الانتخابية، وبصينا على كل الإجراءات، والحمد لله رب العالمين أنا مطمئن جدا. يعني إحنا في ظروف صعبة، ظروف كورونا، إنما طبعا الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها المحافظة إجراءات هي طبقا للإجراءات القياسية. يعني هتدخل من اللجنة هتلاقي حضرتك أجهزة التعقيم، بعد ما تدخل طبعا هتلاقي كمامات متوفرة وبسعر الكمامة اللي هو تكلفة الكمامة نفسها. بعد كده بتدخل اللجان في عملية التطهير اللي بتتم قبل وبعد، التباعد داخل مع المواطنين، حاطين الكراسي في الإجراءات بمسافات بينية بين المواطن والمواطن عشان ما يحصلش أي مشاكل موضوع العدوى. داخل اللجان طبعا موفرين سبل الراحة لكل أبناء محافظة قنا، إضافة للموظفين المدنيين الذين يقومون بمعاونة القضاء. صحيح صحيح، كل المواطنين الموجودين داخل اللجان بيعاملوا بنفس الأسلوب. طبعا أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم كل التجهيزات، كبار السن كل التجهيزات، إن شاء الله بحيث يبقى اليوم يعدي بإذن الله على كل الخير. وإحنا طبعا محافظة قنا محافظة كبيرة، إحنا زي ما حضرتك عارف عندنا 348 لجنة رئيسية، وعندنا 468 لجنة فرعية، عندنا 2,027,000 ناخب لهم صوت انتخابي، فطبعا محافظة كبيرة، وبالتالي احنا مستعدين لهذا اليوم ان شاء الله. احنا شفنا مظلات كمان يا فندم قدام بعض اللجان. حقيقة عاملين مظلات، طبعا درجة الشمس، درجة الحرارة الشمس هنا عالية في محافظة هنا بتوصل ل40، وبالتالي احنا مستعدين برضو لموضوع درجة الحرارة بحيث ان في مظلات للمواطنين يستظلوا بظلها لحد لما تنتهي يجي دوره في الانتخاب بإذن الله. كان في عقبات يا فندم يعني قابلت حضرتك في الاستعدادات وتم يعني تم حل هذه المشكلات؟
طبعا المشاكل حاجات بسيطه جدا والحمد لله تغلبنا عليها وحليناها، وبالاضافه طبعا ان احنا عايز اقول ان احنا رافعين حاله الطوارئ داخل المحافظه. يعني عايز اقول لحضرتك مركز اداره الازمات في محافظه هنا رابط دلوقتي مع كل المراكز الفرعيه في الوحدات المحليه، بحيث ان شاء الله اي موقف طارئ هيتم التعامل معاه بسرعه. عاملين مجموعات للتدخل السريع داخل المحافظه بحيث لا قدر الله في اي موقف طارئ هنتعامل معاه في نفس التوقيت في نفس الزمن عشان ان شاء الله ما يحصلش اي مشكله. بالاضافه ان احنا عاملين برضه داخل وحدات المراكز الانتخابيه في غرفه فيها طبيب موجود برضه لوجود اي حاله اشتباه او كده. كمان احنا فندم شفنا برضو نظافة اللجان، يعني وايضا قوات الشرطة كانت عاملة مصدات حديدية وبرضو مش بتمنع يعني مرور السيارات، بس بتسهل على المواطنين والناخبين الوصول يعني بمنتهى السهولة للجان الانتخابية، وكان في مساعدة بالتعاون مع حضراتكم. طبعا رجال الشرطه طبعا دورهم عظيم في المحافظه وفي كل محافظات مصر، وطبعا يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه احنا الحمد لله الاجهزه التنفيذيه كلها متعاونه مع بعضها ومتكاتفه وشغاله في تناغم واحد ان شاء الله بحيث نوصل بالانتخابات لبر الامان وبصوره مشرفه تليق بمحافظه هنا. يعني طبعا كل الشكر لرجال الشرطه اللي موجودين في محافظه هنا ودورهم في سيد مدير الامن والمساعدين وكل الناس اللي موجوده. الحقيقه طبعا دورهم يعني مش انتخابات بس، هم خلال 24 ساعه على مدار السبع ايام على مدار السنه كلها. ان شاء الله فندم بالتوفيق ومجهود مشكور ان شاء الله. ويعني نشكر سياده المحافظ اشرف الداوودي محافظ قنا على ما يعني صرح به لنا من التجهيزات والتفاصيل الخاصه بتجهيزات الاستعدادات للانتخابات 2020 مجلس الشيوخ، بالاضافه ايضا الى يعني ما رصدناه ايضا نحن بكاميرا التلفزيون من خلال يعني مرورنا على بعض اللجان المختلفة. وأيضا هناك نؤكد على الدور الكبير كما يعني أكد عليه سيادة المحافظ الخاص الدور الذي قامت به قوات الشرطة لتأمين كافة اللجان الانتخابية سواء كانت في القرى أو المراكز أو غيرها أو اللجان الخاصة والتي سوف تبدأ إن شاء الله هذه الانتخابات في تمام الساعة 9 صباحا إن شاء الله. يتم فتح اللجان أمام الناخبين ومن لهم حق التصويت. نذكر هنا في محافظة قنا يعني كما ذكر سيادة المحافظ يعني أكثر من 2,027,000 ناخب وناخب. نعم أشكرك الزميل أحمد أبو الحسن والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم محافظ قنا.